سؤال بسيط جدا. السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم بالمسرات. بعد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبدأ بث اليوم. طبعا بث اليوم راح يكون اللي هو تعريف بالنفس. تمام، طيب عندك اللي هو شخص أول مرة نقابله، شلون نتكلم معاه، يعني نسأل عن الاسم مثلا، نسأل من وين، تمام. جزئية البث تقطع الأستاذ الفاضل. الجزء الثالث. طيب نكمل إذا ممكن، أو نبدأ عفوا. طيب عندي هنا راح أبدأ اللي هو بقراءة الأسئلة اللي واضحة أمامكم. شخص لما نشوفه لأول مرة، شلون نسأل عن اسمه، من وين، كم العمر، تمام، واللي هو ما هي هواياتك. تمام، طيب نبدأ. عندي اللي هو What is your name؟ بمعنى ما هو اسمك؟ اللي هو What is your name؟ What is your name؟ تمام؟ بعد كده عندي اللي هو تمام؟ بعد كده اللي هو How old are you؟ بمعنى كم العمر؟ تمام، أو كم عمرك. بعد كذا اللي هو I am 37 years old، بمعنى أنا عمري 37. بعد كذا عندي اللي هو Where are you from، اللي هو من أين أنت. بعد I am from Riyadh. What are your hello, good morning, good day, بعد كده good evening, how are you؟ I am fine، بعد كذا I am okay، very well، هذه كلها تعني بمعنى أنا بخير. تمام، بعد كذا nice to meet you، بمعنى سعيد بمقابلتك. بعد كذا see you later، بمعنى أراك لاحقا أو أشوفك بعدين. بعد كذا see you soon، بمعنى أشوفك قريبا. بعد كذا اللي هو good night، good night بمعنى اللي هو ليلة حلوة، أو اللي هو تصبح على خير. تمام، عندنا اللي هو الجزئية الثالثة من السلايد، واضحة أمامكم. طيب عندي اللي هو excuse me، بمعنى لو سمحت. تمام، بعد كذا I am sorry، بمعنى أنا آسف. I don't understand، بمعنى أنا لم أفهم. Speak English، بمعنى هل تتحدث الإنجليزية. Speak more slowly please، بمعنى لو تتحدث ببطء من فضلك. Repeat please، بمعنى كرر أو أعد. طيب نبدأ. طيب عندي لي برضو هذه جزئية جدا مهمة،
وحاب أنكم برضو تشاركون معي فيها، وهي آخر جزء من البث اليوم. تمام؟ طيب عندي اللي هو أقرأها لكم إذا ممكن. happy بمعنى اللي هو سعيد أو مبسوط. بعد كذا sad بمعنى حزين، والله يبعد عن الحزن يا رب للجميع. thirsty بمعنى اللي هو عطشان. hungry بمعنى اللي هو جوعان. surprised بمعنى متفاجئ. bored بمعنى اللي هو طفشان. excited بمعنى متحمس. تمام. tired بمعنى اللي هو تعبان. tired. طيب نبدأ اللي هو ناخذ مشاركة. طبعا اللي حاب يشارك معنا يرفع يده إذا ممكن. اللي حاب يشارك معي. طيب عندي اللي هو عبد الله أحمد جاهز يشارك معنا ما شاء الله. طيب عبد الله جاهز معنا؟ وعليكم السلام. طبعا شكرا لتفاعلك، انت ما شاء الله تبارك الله حاضر معنا البث اللي راح واليوم مر ما شاء الله حاضر ما شاء الله تبارك الله. كل البث ان شاء الله كل البث يعني كل اللي تبث وتشرحه ان شاء الله هبقى معك ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. طيب راح ابدا معك اذا ممكن، اذا هذا انا اسال وانت تجاوب. طيب تمام. او ادخل احد، بدخل مشترك ثاني معك. طيب لحظه خليك اختار واحد ثاني عشان يدخل معك، يصير انت تسال هو يجاوب أو أنت تجاوب هو يسأل. طيب؟ طيب. خليك معي عبد الله يا بطل. عندي عبد الله وعندي زياد. زياد جاهز معنا؟ إيه. طيب يلا. أبدأ عندي عبد الله وعندي زياد. إذا ممكن تشاركوا مع بعض. واحد يسأل والثاني يجاوب. يلا يا شطار. أنا بسأل أستاذ. يلا تفضل. What is your name? My يلا. Name is Ziad. تفضل يا بطل. How old are you? Yes. I am 50 years old. Where yes. are you from? I am from Jeddah. أحسنت. What are you hobbies? أحسنت. I like teaching. I like teaching بمعنى أحب تدريس. تقدر تقول مثلا I like playing football مثلا، أحب ألعب الكرة. حلو. طيب طيب خليكم معي لحظة لا تروحون لحظة إذا ممكن. طيب طيب عندي هذه إذا ممكن. تمام. ممكن أبغى كل واحد منكم اللي هو طيب عندك اللي هو عبد الله يقرأ لي الصف هذا. عبد الله أبغاك تقرأ لي هذه. تمام اللي هو هذه اللي هنا، وعندك يا أيوة. زيادة أبغاك تقرأ لي هذه. يلا نبدأ بعبد الله يقرأ لي هذه وش. يلا تفضل عبد الله. تفضل بعد العربي أقرأ بالعربي. لا 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 in English بس بالإنجليزي بس. Hello Junaida good morning. Good day. Good evening. How are you? I am fine. I am okay. Very well. أحسنت. ممتاز ممتاز. طيب تفضل كمل يا عبد الله هنا مو مشكلة. تفضل عبد الله كمل. Nice to meet you. See you later. See you soon. أحسنت. Good night. ممتاز ممتاز. أحسنت يا عبد الله. شكرا لك عبد الله. طيب تفضل معي زياد. تفضل يا بطل. يلا مثل أقرأ من هلو. أي من هلو. يلا تفضل. Hello good morning good day good evening how are you I am fine I am okay very well تاز. Nice to meet you تاز. See أحسنت. You later see you, later. You. أحسنت.
Good night. ممتاز ممتاز. طيب خليكم معي لا تروحون طيب إذا ممكن. طيب تقرا يا اللي هو عبد الله. تفضل عبد الله تقرا لي هذه اذا ممكن. تفضل يا بطل يلا تفضل. عبد الله معي؟ زياد معي؟ ايه. طيب تقرا لي على بال ما يجي عبد الله بشكل مشغول او ما ادري طب قفل المايك من عنده. طيب تفضل. Excuse me. I am sorry. I don't understand. Do you speak English? Speak more slowly, please. Repeat, please. أحسنت. ممتاز اللي هو repeat, please يعني أكرر أو أعد. أحسنت. طيب تفضل عبد الله. تمام. Excuse me. I am sorry. عفوا مرة ثانية. Excuse me بهذا الطريق. Excuse me. لا مو excuse me. I am sorry. I do not understand. Do you speak English? Speak more slowly, please. Repeat, please. أحسنت. ممتاز. ممتاز. طيب. طيب خلصنا الجزئية الثانية نروح للجزئية اللي بعد هذه. خليكم معي إذا ممكن. تمام أستاذ. طيب هي آخر جزئية. يلا تفضل يا بطل. تفضل عبد الله. طيب. Happy, sad, thirsty, hungry, spared, surprised. Surprised, bored, excited, لا, tired. Tired. طيب خليك معي لحظة يمكن عبد الله عشان أصحح لك هذه. طيب عندي هذه إذا ممكن. عندي هذه في حرف سايلنت هنا الكلمة هذه. تمام؟ إيه. طيب عندي اللي هو لما أجي أنطقها في عندي حرف سايلنت اللي هو حرف الآر. حرف الآر هنا صامت ما ينطق. على طول أقول surprised بهذه الطريقة. surprised. طبعا حرف الآي هنا أيضا ينطق كاسمه كاسم اللي هو كاسم الحرف اللي هو آي بهذه الطريقة. surprised. هنا برضو نفس طريقة tired. لكن هنا thirsty لا يكون كسرة thirsty بدون ما أمد بدون ما اللي هو يسمونه long vowel اللي هو صوت طويل. تمام. أيضا هنا excited I. نلاحظ حرف الآي سواء هنا أو هنا أو اللي هو في excited لاحظ اللي هو نطقناه نفس اسم الحرف اللي هو I نفس اسم الحرف بالضبط. تمام. يسمونه لونج فاول اللي هو صوت طويل اي بهذه الطريقه يكون صوته في الكلمه بهذه الطريقه. excited tired surprised. تمام واضح. طيب ايوه. طيب يلا تفضل زياد. تفضل معي. تفضل يا بطل. الصوت عنده قطع لازم افتح المايك مره ثانيه. لا طيب تفضل زياد. happy تاز sad thirsty hungry بعدين hungry surprised bored excited and you were excited. Excited. يلا مرة ثانية. Excited. 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 Excited.
tired. Excited. بمعنى excited. متحمس. تفضل. أكملت. طيب شكرا لك عبد الله، شكرا لك زياد، شكرا لكم تفاعلكم. طيب عندي اللي هو صالح. صوت واضح؟ لو سمعت. أيوة أستاذ واضح لكن يقطع. معليش أعتذر منكم، معليش معليش أنا أعتذر منكم طبعا. طيب خليكم معي لحظة بس إذا ممكن. تمام. بس عشان أشوف إيش مشكلة النت. طيب عندي اللي هو اللي رافع يده، في عندي صالح ماهر. صالح ماهر جاهز معنا؟ صالح ماهر صالح ماهر جاهز معنا؟ أهلا والسلام عليكم. إجازة. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. طيب إجازة. طيب عندي اللي هو رايد وعندي رايد وصالح، جاهزين تشاركوا مع بعض؟ ممتاز ممتاز. طيب يلا، طيب من حاب يسأل ومن حاب يجاوب؟ عادي ايش. طيب طب لحظة، في صالح انا رايد كان يسمع، فكرته هو اللي قال نعم استاذ. طيب جاهز معنا رايد؟ نعم. رايد؟ ايوه. طيب ممتاز. طيب حاب تشارك؟ ايوه. طيب ممتاز، يلا. طيب رايد وصالح، طيب يلا صالح تبدا تسال او تجاوب، ايش حاب؟ اسال. يلا تفضل صالح اسال ورايد يجاوب، يلا تفضل. What's your name? My name is Raid. How old are you? My 30 old.
أيام 13 لازم تقول 13 إذا عمرك 13 تمام لازم تقول 13 بهذه الطريقة. لكن إذا كان عمرك 30 لا تقول 30 بدون 13. واضح الفرق؟ أيوه تمام. إذا أنت تقول 13 يلا تفضل. Where are you from؟ مرة ثانية خلي يجاوب بس. How old are you؟ I am 13 old. Years old. Where are you years from? Old. I am from Jeddah. Yes. What are you hobbies? I am like teaching. طبعا بدون ام تمام بس تقول I like teaching بمعنى أحب التدريس تمام. طيب خليكم معي إذا ممكن روح اللي هو الجزء الثاني من بث اليوم. طيب عشان الوقت عشان نكسب الوقت ناخذ أكبر عدد ممكن راح اللي هو روح اللي هو آخر جزئية اللي هي هذه تمام. طيب العدد شوية كلهم حابين يشاركوا بس عشان نكسب الوقت. طيب عندي هذه إذا ممكن راح أبدأ اللي هو اللي هو عندي رايد وعندي اللي هو مشترك الآخر اللي هو صالح. طيب نبدأ بصالح إذا ممكن. تفضل يا صالح تفضل يا بطل. أقول كلمات أي نعم تفضل. happy sad thirsty hungry surprised bored بورد أحسنت excited. لا excited عفوا مرة ثانية هنا مرة ثانية معلش excited بهذه الطريقة excited وtired واللي هو tired. أحسنت ممتاز. طيب الحين اللي هو معنا اللي هو رايد تفضل. رايد تفضل يا بطل. happy sad thirsty hungry spared لا surprised. طبعا حرف الار هنا silent ما تنطق انت surprised. احسنت. بورد لا بورد. بورد سنت. اكسايتد اكسايتد بمعنى متحمس. يلا مرة ثانية قولها مرة ثانية يلا رايد. اكسايتد ممتاز. بعدين تريد لا تايرد. تايرد إيش معنى tired؟ حزين؟ لا طفشان؟ مو طفشان تعبان. تعبان تعبان اللي هو بورد عفوا طفشان اللي هو بورد هنا اللي هو الطفشان زهقان يعني تمام؟ وهنا اللي هو تعبان مرهق اللي هو tired. طيب إيش معنى sad؟ حزين. حسين أحسنت رايد شكرا لك. رايد عفوا يعطيك العافية. شكرا لك أيضا صالح. شكرا شكرا لكم. طيب الآن نأخذ مشترك آخر أو اثنين مشتركين مع بعض. طيب عندي اللي هو عندي زينب حامد وعندي ألين تمام. عندي زينب تمام وعندي اللي هو ألين. جاهزين مع بعض تشاركوا؟ أيوة أستاذ. عندي زينب وعندي ألين. طيب عندي المايكات ما تشتغل معي على طول يعني ما ضغط اللي هو لما أعطيكم اللي هو فرصة أو أسمح اللي هو بالمايك شوية أعلق. طيب زينب ما أشتغل المايك معها. اسمعيني زينب. طيب
طيب جالس احاول افتح المايك عند زينب مو قادر يفتح. طيب ناخذ اللي هو ممكن يكون مشكله من عندها او انها ما تصلح المايك انها يشتغل عندها. طيب عندي اللي هو المحبه للرحمن. جاهزه معنا محبه للرحمن؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب اوكي المحبه للرحمن والين يشاركوا مع بعض اذا ممكن. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلين زينب. طيب يوصل. طيب لحظه بس خلاص المحبه للرحمن لحظه المحبه للرحمن علين وزينب راح يشاركوا. السلام عليكم. طيب شويات كده. وعليكم السلام. اسمي زينب حامد. طيب يلا زينب حامد وعلين يشاركوا مع بعض يلا. طيب خليكم معي لحظه اجهز لكم بس فقط اللي هو سبوره. طيب عندي اللي هو أبغى اللي هو ألين تسأل وزينب تجاوب. يلا تفضلي زينب. تفضلي ألين يلا. ألين تسأل وزينب تجاوب. ألين تسأل. تفضلي ألين. ألين القطع المايك عند ألين صبر أنا أعتذر منكم لأن المايك يقطع من الهانة. أيوة أستاذ. أيوة أعتذر منك ألين. لا عاد. طيب تفضل يا ألين. What's your name? My name is سعد. لا انت قولي اسمك. قولي اسمك. My name is ايش؟ My name is زينب. ممتازة. How old are you? I'm nine. احسنتي ممتازة. Where are you from? From Iraq. ممتازة. What are you what are your hobbies? Your hobbies? Yeah. I like teaching. I like swim. أحسنتي ممتازة ممتازة. طيب نروح له الجزء الثانية إذا ممكن. طيب عندي هذه إذا ممكن أول شيء يقرأ اللي هو ألين. تفضل يا ألين إذا ممكن تقرأ معي. تفضلي. happy sad thirsty hungry super sad super sad لا surprised tired. ممتازة ممتازة. هنا نطق كويس فيها اللي هو bored excited و tired بس باقي هذه إذا ممكن مرة ثانية. إيش نطقها؟ لا لحظة دائما نقول surprise. surprise بمعنى اللي هو يفاجئ أو يتفاجأ تمام؟ اللي هو surprise بس لو نضيف عليها ed اللي هو تصير صفة اللي هو surprised. surprised. مرة ثانية. surprised. أحسنتي اللي هو surprised. طبعا حرف الR هنا silent ما تنطق surprised تمام؟ طيب شكرا لك ألين. تفضلي زينب. تفضلي زينب. شغل المايك عندك زينب او لا خلني اتاكد. انا اعتذر يعني المايك يقفل من الحالة. طيب تفضلي زينب. زينب تسمعيني او لا؟ أحاول. نعم أستاذ. إيه تمام. الحين شو المايك شغل معك؟
تفضل إذا ممكن تفضل. أستاذ عيد السؤال ممكن؟ أوكي أوكي تفضل تفضل. أستاذ يعني شنو هو السؤال؟ تفضل. أنا كنت أقرأ الكلمات هذه واضحة أمامك اللي هو التعبير عن المشاعر. أستاذ ما في أي كلمات. يلا. أي نعم نعم. الصورة ما هي واضحة؟ طيب تفضل. نعم نعم. sad. هذه الأشياء happy يعني happy يعني فرحان. سعيد أو يعني. تازة. سعيد. لا. sad يعني حزين. تازة. Thursday يعني عطشان. Thursday يعني عطشان. يعني عطشان أحسنتي. ممتازة. Hungry يعني جوعان. بدء. ممتازة أحسنتي. Surprised يعني متفاجئ. ممتازة أحسنتي. بورد يعني طفشان ملان. ممتاز أحسنتي ممتازة. excited يعني excited يعني متشوق. excited أحسنتي excited. متشوق أو متحمس أحسنتي. excited. دايت يعني لا مو دايت tired. دايت tired يعني تعبان. لا تعبان أحسنتي أحسنتي. شكرا لك زينب. شكرا لك يعطيك العافية. شكرا تفاعلك. طيب نأخذ مشترك آخر إذا ممكن. ممكن يعني أتكلم في شيء. تتكلمين في إيش عفوا؟ أنا يعني ما فهمت لك عفوا. أمي اسمها زينب حامد. أنا اسمي ودق نيسا بس أمي مسجلة اسمها فيعني أنا اسمي ودق نيسا أمي اسمها زينب حامد. خلاص اوكي شكرا لك ودق. شكرا لتفاعلك وان شاء الله تكونين اشطر في الانجليزي باذن الله. خلاص اوكي مو مشكله خلي الحين بس البث القادم ادخلي باسم اللي هو ودق. طيب ان شاء الله استاذ. شكرا لك ومع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. طيب طيب نكمل إذا ممكن. نكمل. معليش نختار مشتركين آخرين معنا إذا ممكن. عندي اللي هو عندي حمدان وعندي طيب عندي حمدان حاب يشارك معنا اختار واحد ثاني معه. طيب لأن ما في أحد مع حمدان. طيب حمدان تسمعني؟ جاهز؟ اي سامع. جاء راح اختار معك صالح. صالح تسمعني؟ صالح صالح طالع السؤال.
طيب طلع شكله طلع. طيب عندي اللي هو طيب عندي عبد الله. عندي عبد الله تفضل. عبد الله جاهز معنا؟ عبد الله ايوه سلام. طيب ممتاز. طيب انا حاب انك تشارك مع حمدان اذا ممكن. يلا تفضل يا شاطر. انا اسال انا اسال لا خلاص اوكي انت تسال يا حمدان وصالح اللي هو عفوا عبد الله يجاوب. يلا تفضل. What's your name? My name is Abdullah. How old are you? I am 13 years old. Where are you from? I am from Syria. What are your hobbies? I like playing football. ممتاز احسنت احسنت. طيب نروح الجزئية الثانية. طيب تفضل يا نبدأ اللي هو بحمدان. تفضل تقرأ معي إذا ممكن. حمدان معي ولا راح؟ المايك قفل من عندنا. افتح المايك مرة ثانية. تسمعني حمدان؟ أي سامعك السر. ممتاز. طيب تفضل حمدان. happy sad 30 30 لا thirsty thirsty hungry أحسنت. surprised surprised pro yes. pro لا bored pro لا عفوا bored مرة ثانية هنا bored exciting excited tired طيب عد لي هذه بالله لو سمحت حمدان. عد لي هذه بالله اللي هو من هنا. إيه surprised بعدين هنا bored لا bored أحسن. طيب هنا exciting ممتاز. طيب هنا tired ايش معنى tired؟ متعب. ايش معنى tired؟ متعب احسنت. واكسايتد متحمس. طيب اللي هو surprised متفاجئ. شكرا لك حمدان يعطيك العافية. أيضا عبد الله شارك معنا قبل شوية وشكرا له. شكرا لكم. طيب عندي جزئية برضو. قفل مايك الشاشة واضحة؟ أيوة خلاص أوكي قفل مايك. شكرا لك ممتاز. طيب أنا راح أكتب كلمة وتقولي إيش معناها، إيش رأيك؟ طيب معي؟ طيب هو راح، خلنا نفتح المايك مرة ثانية معلش. أو اللي حأخذكم بالدور. طيب راح أخذكم بالدور. طيب عندي اللي هو عبد العزيز ناصر حاب يشارك معنا بس نراه خلاص نزل يده، كان رافع يده بعد كذا نزل يده. طيب عندي اللي هو طيب نفتح المايك لعبد العزيز ناصر. وعندي اللي هو إبراهيم شكلهم حابين يشاركوا. طيب نفتح المايك لإبراهيم.
أهلين إبراهيم، حياك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. حاب تشارك معنا إبراهيم؟ أيوة. طيب طبعا إبراهيم حاب يشارك معنا، أكيد راح نعطيه فرصة عشان يشارك. طيب يا أخي إبراهيم، أنا أجيب لك واحد ثاني يشارك معك عشان يسأل وأنت تجاوب، أو إنه هو أنت تسأل وهو يجاوب. طيب عندي اللي هو زياد. زياد معي؟ زياد تسمعني يا زياد؟ زياد طيب ناخذ اللي هو في أحد غير زياد أو زياد؟ أوكي فتح المايك معك كويس. أنا أعتذر منكم لأن الزوم شوية بطيء، يعني النت كويس عندي ما في مشكلة، بس لما أفتح المايك شوية تأخر معي، أفتح المايك بسرعة. طيب عندي زياد وإبراهيم يشاركوا مع بعض، واحد يسأل والثاني يجاوب. طيب يلا زياد وقت تسأل، واللي هو إبراهيم يجاوب. يلا تفضل يا بطل. تفضل. What is your زياد name؟ زياد يجاوب إبراهيم. ممتاز. My name is إبراهيم. سنت. How old are you? I am 11 years old. لا how. مرة ثانية يا زياد. How old are you؟ بهذه الطريقة يلا. How old are you? I am 11 years old. Where are you from? أنت ممتاز ما شاء الله. I am from Syria. What are you? أحسنت. Hobbies. ألو لو سمحت. أي أستاذ؟ معلش أنت قطع الخط، معلش ما أدري إيش المشكلة. طيب نكمل. كمل معلش. إبراهيم موجود وأيضا زياد موجود. إيه طيب نكمل. طيب آخر سؤالين فقط يعني إذا ممكن مرة ثانية. تفضل زياد اسأل. What are you hobbies? I like teaching. جاز. أحسنتم. طيب روح اللي هو الجزئية الثانية. تقرأ معي أكيد زياد، قرأ معي خلاص. سبق تقرأ معي إبراهيم. يلا تفضل يا بطل. تفضل يلا. أستاذنا هنا. إبراهيم. أكيد إبراهيم تفضل. أكيد تفضل. هابي. ساد. تاز. ثيرستي. هانغري. سبرايت. تاز. باور. بورد. إكس. عفوا بورد. إكس. اللي هو excited. excited. ممتاز. tired. tired. ما شاء الله تبارك الله. أحسنت أحسنت. نطقك مرة كويس. مرة كويس. طيب تقرأ لي هذه مرة ثانية معلش. هذه وهذه تقرأها مرة ثانية. surprised. إيش معنى surprised؟ متفاجئ. متفاجئ. أحسنت. طيب وهذه؟ بورد. بورد. إيش معنى بورد؟ بورد يعني منزعج. منزعج أو متضايق. أحسنت أحسنت. ممتاز ممتاز إبراهيم. شكرا لك إبراهيم. عفوا. يعطيك العافية. طيب أنا أكتب كلمات وتقولني إيش معناها. تمام؟ طيب
طيب راح أخذكم بالدور إذا ممكن. طيب عندي إيه اللي هو أول واحد عبد الله، نأخذ عبد الله. عبد الله جاهز معي عبد الله؟ يلا يا شاطر راح أكتب كلمة تقول لي إيش معناها. طيب طيب عندي اللي هو طيب اقرأ الكلمة هذه tired. إيش معنى tired؟ تعبان. تعبان أحسنت. طيب أنا أحب شيء أضيفه. طيب أكيد عارفين السيارة تمام؟ حلو. الكفرات حق السيارة نقول عليها tired بدون دي. إذا الكفرات حق السيارة نقول عليها tired. أيوه. طيب أيضا اللي هو يتعب تمام، اللي هو الفعل نفسه معناه تاير تمام. حلو. بس لو أضيف إيدي اللي هو يصير معي صفة، يصير اللي هو أنا متعب. إن شاء الله واضح. طيب شكرا لك. نأخذ مشترك آخر. لا أخذ. شكرا لك عبد الله. طيب ناخذ مشترك اخر، ناخذ اللي هو زينب. زينب جاهزه معي؟ زينب نعم استاذ. طيب زينب راح اكتب كلمه تقولوني ايش الكلمه هذه. طيب نعم استاذ. طيب عندي اللي هو ايش الكلمة هذه؟ استاذ هاي الكلمة اسمها بورد. بورد يعني ملان او منزعج او طفشان. احسنتي احسنتي ممتاز. اللي هو اللي هو طفشان او زعلان، أو مو زعلان، اللي هو طفشان أو متضايق. حلو أحسنتي ممتازة ممتازة. طيب سعد إيش معنى سعد؟ سعد سعد يعني حزين أو يبكي. حزين أحسنتي ممتازة ممتازة. طبعا الله يبعد عنكم الحزن يا رب. شكرا لك زينب، مع السلامة. شكرا لك تفاعلك، حياك الله. طيب نأخذ مشترك آخر، نأخذ اللي هو ألين. ألين جاهزة معنا؟ ألين أيوة أستاذ. جاهزة معنا؟ أيوة. ممتاز. طيب عندي اللي هو الكلمة هذه راح أكتبها الآن. طيب. واضح الكلمة؟ أيوة. إيش معناها؟ عطشان. عطشان أحسنتي ممتازة ممتازة. إذا عطشان معناها اللي هو اقرأ هذا ممكن. thirsty. thirsty أحسنتي ممتازة ممتازة. طيب راح أكتب لك كلمة أخرى تمام؟ تمام. هو تقرأ الكلمة هذه إذا ممكن. happy. happy أحسنتي. إيش معنى happy؟ سعيد. سعيد أحسنتي أحسنتي. شكرا لك، يعطيك العافية. طيب نأخذ مشترك آخر. طيب عندي اللي هو إبراهيم. إبراهيم وهشام. إبراهيم جاهز معنا؟ ايوه. طيب انت شاركت معي قبل شوي ابراهيم صح؟ ايوه. طيب انا شام. انت شام. اوكي شام. طيب طيب شام شام انت ما قريت معي، قريت معي قبل شوي، شاركت او لا؟ لا لا انا ابراهيم.
أوكي أنت إبراهيم. طيب إبراهيم أنت هل أنت شاركت معي أو لا؟ أيوة أنا شاركت بس أختي ما شاركت. طيب أوكي إبراهيم يلا أوكي أنا راح أسألك إبراهيم إذا ممكن. طيب. طيب. طيب راح أكتب كلمة وتقول لي إيش معناها. طيب. جاهز؟ جاهز. ممتاز. متشجع. يلا اقراها. طيب متشجع. excited ايش معناها؟ متشجع طبعا. excited معناها اللي هو متحمس او متشجع. او متشجع احسنت ممتاز اللي هو excited. راح اكتب لك كلمه ثانيه اذا ممكن تقراها لي. طيب طيب Hungry. جوعان. Hungry. أحسنت. معناها جوعان. أحسنت. أحسنت. ممتاز. ممتاز. شكرا لك إبراهيم. أستاذ أختي ما جاوبت. طيب حابة تشارك معنا أختك؟ طيب. 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 الحين نفتح السبورة وتشارك معنا. طيب هل قرأت معي قبل شوي الكلمات أو لا؟ اللي هو شام. لا لم تقرأ. طيب هي حاب تقرأ معنا عشان أفتح لها السبورة. طيب لحظات عشان أفتح. طيب راح أفتح لها السبورة إذا ممكن. طيب أنا بغيت أسألها وهي تجاوب. إيش رأيك تشاركوا مع بعض أنتوا؟ إيش رأيك؟ طيب يلا. طيب يلا أنت اسألها وهي تجاوب يلا. What is your name? My name is Sam. ممتاز ممتاز ما شاء الله. How old are you? طيب مرة ثانية بس معليش اللي هو how old are you معليش مرة ثانية. How old are you? I am nine years old. ما شاء الله ممتاز. طيب where are you from? أنا من سوريا. ممتاز اللي هو I am from Syria. Syrian. أوكي ممتاز. What are you your hobbies. Hobbies. I like teaching. أحسنتي ممتازة ممتازة. طيب عندي اللي هو الجزئية الثانية. يلا تفضلي أبغى اللي هو شام تشارك معي. شكرا لك يا إبراهيم بطل ما شاء الله تبارك الله. يلا شام تفضلي. شام تقرأ معي. معي شام. شام طيب. طيب قفل المايك الحين راح افتح المايك معلش انا اعتذر منكم اذا يقفل المايك. طيب تفضل. ايه sad happy sad thirsty hungry surprised مره ثانيه بس Surprised. Bored. Taza. Excited. Taza. Tired. Tired. لا مرة ثانية. Tired. Tired. بهذه الطريقة معليش. Tired. أحسنتي ممتازة ممتازة. طيب أنا أفتح لك السبورة الحين حاب أنك تشاركي ولا خلاص شاركتي معي أنتي؟ لا أنتي ما شاركتي معي السبورة. طيب فقط اللي هو إبراهيم شارك. طيب طيب عندي اللي هو
الكلمة هذه إيش معناها؟ لحظة بس خلا أكتبها زين بس. طيب إيش معنى الكلمة هذه؟ sad حزين. sad حزين، أحسنتي أحسنتي، ممتازة ممتازة. طيب عندي اللي هو الكلمة هذه إيش معناها؟ تعبان. طيب تقرأها لي إذا ممكن. إيش معناها؟ لا tired. 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 أحسنتي ممتازة ممتازة. طبعا شكرا لك شكرا لك شام، شكرا لك على تفاعلك. عفوا. وعلى مشاركتك معي. شكرا للجميع على تفاعلهم، يعطيكم العافية، وألتقي فيكم إن شاء الله في بث قادم بإذن الله. شكرا كثير كثير، وإن شاء الله أنكم استفدتوا. ألتقي فيكم على الأسبوع القادم بإذن الله ومشيئته. في حد عنده أي سؤال أو استفسار أو أي جزئية مو واضحة؟ حد عنده أي سؤال أو استفسار؟ اكتبوا لي في الدردشة إذا حد عنده أي سؤال أو استفسار. آمين آمين يا رب. إن شاء الله أنكم استفدتوا. طيب ألتقي فيكم إن شاء الله في بث قادم بإذن الله ومشيته، ومع السلامة. مع السلامة للجميع، في أمان الله، حياكم الله.